حبل ومنجل وسائل ومعدات عم مبروك المنحدر من ولاية الوادي لجني التمور. تسلق النخيل مهنة لطالما شكلت خطراً على ممتهنيها، لذلك تجد الشباب يعزفون عن هذه المهنة التقليدية. زيد 61 عندي 857 سنة، يقول من 14 سنة. من 14 نتعلم بشوية بشوية، العكس نقول احنا من 17 18 نطلع لها هذيك، وتعبة مش سهلة النخلة. عملية القطيع تكون عن طريق العدة، يصعد القطاع عن طريق العدة ويحمل معه منجل والحبل، ثم يصعد إلى أعلى النخلة إلى القمة ويقطع العراجين، ثم ينزلها عن طريق الحبل إلى الشخص الواقف أمام النخلة. عمي مبروك يعد عميد هذه الحرفة في المنطقة، لا يزال متمسك بها وتعد مصدر رزقه الوحيد. طحت من تحت برك، اللي طاحوا لفوق هم راحوا عقبوا، الدريش انا طحت من تحت برك من متر لفوق زوز مترات. رغم كل هذه المخاطر إلا أن مهنة تسلق النخيل أو ما يطلق عليها أهل المنطقة بالقطيع ملاذ الكثيرين لكسب اللقمة الحلال.